الكادور مدينة الصويرة. رجعنا لكم مشاهدينا في حلقة خاصة من برنامجكم أشخبر الفن. حلقتنا اليوم غادي نبداوها من ساحة باب دكالة اللي كتساعد فيها فرق الفولكلورية والتراثية باش تعلن عن انطلاق الدورة 21 لمهرجان قناوة إيقاعات العالم. وضيوفنا نجوم من نوع خاص، أشهر معلمي قناوة اللي استطاعوا يسافروا بهذا الفن لمختلف بقاع العالم. خليكم معنا. ضيفنا الأول هو المعلم حميد القصري اللي كيتعتبر واحد من أبناء مهرجان قناوة الأوفياء. عندنا معه حوار غيتكلم لنا فيه على الجديد ديالو وعلى مشاركته في الدورة 21 لمهرجان قناوة والمزج اللي غيجمعوا بالنجم سناكي بابي. سي حميد، قدمتي البارح حفل افتتاح ديال مهرجان قناوة واليوم كان عندك حفل خاص في برج باب مراكش، شنو الفرق ما بين الحفلات بجوج؟ والفرق اللي كاين هو كنا لعبنا فيديو مع جروب اللي هو عنده واحد المشعل كبير في العالم الحمد لله، وحاولنا كيفاش نتوافقوا معاه بالنسبه للموسيقى نتاعهم، طفنا عليها شويه ديال التكناويس باش خرج الريبرتوار الحمد لله نقيقي وزوين. واليوم درنا التكناويس بلديه، تسوكنا شويه والناس محتاجه تسمع شويه عاوتاني ديال البلدي، والحمد لله كان الكونسير زوين وهادشي اللي كنت كنتمنى باش الناس يكونوا فاعلين مع الكونسير، وكلشي كان كيغني وكلشي فرحان وهادي ساعه مبروكه الحمد لله. فين كتلقى نفسك اكثر؟ كنلقى نفسي بجوج غير التكناويت كيكون فيها مطلوق عايش مروحن، ومع الموزيسيان كيكون شويه ديال الحساب، شويه ديال التركيز، لازم خصك تركز في كاع في المواضيع اللي انت حافظهم، وكيكون بحال راك مكتف شويه. وفي بالنسبه للتكناويت بلديه راه بنادم عايش مروحن مع راسو، شحال ما بغى يغني 6 7 8 الخطرات مع الموسيقيين ما تقدرش دير هادشي، هذا لازم خصك تغني ثلاثة، إلا كانوا ثلاثة د الغناس كاين لي زاطاك كاين لا ميلودي كاين السولوات كاين، هادي لازم تفرق ما بيناتهم باش تقدر يكون داكشي ملصق مزيان. شفنا البارح حتى المجموعات انسجمت مع الغناء ديالك، واليوم شفنا الحفل كان رائع والناس تفاعلوا معاك، واش كتشوف بأن الفن القناوي حالة ولا هو نيت فن قائم الذات؟ واش شي حاجة اللي فوق الغناء اللي كنعرفوا والمتوارث اللي معروف عليه؟ تكناويت الحمد لله عنده واحد لو شغم شنو نقول لك روحانيه كتجلب الانسان، واخا ما يكونش عمره قاعد صمت على قناوة غادي يجي يحضر كونسير ديال قناوة، غادي لازم غادي يحس بشي حاجه غريبه في الروح ديالو. علاش تكناويت؟ علاش هكا؟ حيت القنبري ديالها بعدا اصلا عنده واحد الدور مهم، وهو الخشب ديالو من الكرم، الجلدة ديالو من الجمال، الركبة ديال الجمل، المصران ديالو من الوتر ديالو من المصران ديال العتروس، كله على بعضه روحاني. وهذا الشيء هذا هو اللي كي يعطي التكناويت واحد الروح اللي عنده واحد الجلب. حنا بيدنا كنتكناو وكنعيشوا واحد الحاجة اللي ما نقدرش نوصفها لك، كنبطوا مرتاحين بحال اللي مسوكنين في شي موسم ولا في شي حاجة اللي ما تصوراش. والحمد لله ديما كنطلب الله نكون عند حسن الظن الجمهور، وداك الشيء اللي كان الحمد لله كل شيء بخير داز. مال فين كنشوفوا الابن ديالك معاك هذا العام؟ ما كاينش. علاش؟ لا، الابن ديالي جا معايا غير هو مقابل شويه الكاميرا ومقابل هذه، خصو هو تعاطانا هذا الشيء هذا بزاف ديال الموسيقى والتصوار، وعنده هوايه في هذا الشيء هذا. قلت له تبع المسائل ديالك وكيدندان وكيقصر حتى هو، وملي كتجيب الظروف كيكون معايا بعد المناسبات اللي كيحضر فيهم، حتى هو كيقرقاب حتى هو كيغني حتى هو، والساعة بغا هو يرتاح مع راسو ويشوف ويتفرج ويروى ياخذ. الا كان خدام ما غاديش يقدر ياخذ داك الشيء اللي بغا هو، كيفكر يتصنت عليا ويسمع باش يدخل داك الشيء لدماغه. الا كان خدام ما غادي يكون غير مساوكن معايا وصافي، ولكن هكا يقدر يستوعب الخدمه ويفهم بواش شنو كيدير، ونتمنى على الله يكون هو عاوتاني بغي يحترف هذا المجال يدخل يكمل قرايته مزيان. وديك الساعات الا كانت هوايه عنده القرايه في التكناويت ما نقولوش انا لا، انا بيدي كبرت في التكناويت وعياو الوالدين ما يديروا صعوبات باش نبعد منهم، وربي بغاني هكا والحمد لله بحال اللي راني قريت وبزاف الحوايج تركتهم الحمد لله من فضل ربي. ساعة مبروكة هذه.
كون ما كانش حميد القصري معلم قناوي شنو كان يكون؟ شنو نقول لك؟ انا نهار اللي وعيت براسي وعيت براسي قناوي ما نكذبش عليك وحق الله العظيم، انا ولد 7 سنين كابر في زاويه قناوه وعش مع قناوه عبيد كحال وكانوا الناس كيخافوا من قناوه ذاك الوقت، وما صارت الحياه ديالي في قناوي. شنو نقول لك؟ الله اعلم اشنو كان يكتب لي الله شنو نكون، ولكن انا كنحمد الله على هاد على هاد على هاد الشيء هذا اللي راني فيه بخير الحمد لله بزاف بزاف بزاف. احنا هذا من زهرنا. بغيت غير نسولك الموسيقى اللي كتستمع لها من غير تاكناوي شنو اللي من كتسمع؟ قسيمو يمين كنسمع كل شيء، كاع الموسيقى اللي مديوره في العالم كنسمعها، ما كاينش حاجه نسمع الغربي، نسمع الجاز، نسمع البلوز، نسمع ستيفي واندر، نسمع مايكل جاكسون، نسمع الشعبي، نسمع الشرقي، نسمع اي طرب كيضربني كنسمعو، ولازم ما نقدرش نعيش بلا موسيقى، وكنخدم على روحي شويه، لازم الخدمه باش توصل لهذا المستوى بحال هكا لازم تخدم، ما يمكنش كيف واحد اخر يقرا مزيان باش يوصل لواحد الهدف، كذلك حتى التكناوي خصك بحال اللي راك تقرا تخدم ما تنعش، لازم تبدع، لازم تفكر، لازم العقل ديالك يكون في هاد خدمتك اللي انت كتاكل منها عيش عايش بها ولادك وعايش الحياه ديالك بها، لازم خصك تخدم وتزيد تخدم، وباقي كنتعلموا وباقي كنستفادوا حتى نهار يجيب الله الممات. شنو اللي كتشوف حاجه اللي باقا ناقصه فن القناوي باش هو تبارك الله وصل للعالميه بفضلكم وبانكم كتحيوا حفلات دابا في مختلف بلدان العالم، ولكن شنو اللي خاصه باش مازال يزيد يتطور ومازال يزيد يزدهر؟ اللي خصو خص هاد الشباب اللي غادي يشعلوا هاد المشعل من مورانا كيخصهم يخدموا يكافحوا، لازم بلا خدمه راه ما غاديش يوصل هاد الشيء هذا، لازم كما خدمت انا يخدموا حتى هما، وإلا خدموا غادي التكناوي تكون عندها واحد المستوى كبير، حيت كل 4 سنوات ولا 5 سنوات كيتزاد نقطة أخر وكيتزادوا تزاوى أخرين وكيتزادوا إبداعات أخرين، وهذا الشيء نبغيهم يخدموا ويكافحوا باش يوصلوا لواحد المستوى مزيانة باش يقدر التكناوي تولي عالمية 100%. آخر حاجة نسول على الجديد ديالك؟ الجديد وجدت واحد البوم ديال باقي ما عطيتو السميه ديالو، واحد السيدي داير فيه بزاف ديال الاغاني اللي هما حاولت كيفاش ندير كلام والموسيقى نغيرها شويه، وكاين بعد المرسوات قناويا بلي زارونجمون ديال كريم زياد، ودرت مرسوات اللي هما عاوتاني تقريبا شي 6 المرسوات خارجين على النطاق ديال القناوه، بغيت نجرب الحظ ديالي في في في, في, في شي موسيقى ما كايناش، حاولت كيفاش نبدع فيها، والحمد لله كان داكشي زوين، ودابا كنتسناو ان شاء الله تنشوفوا النهار المناسب اللي غادي نقدروا الصيد نخرجوه ان شاء الله. سي حميد اخر كلمه، برنامجنا سميتو اش اخبار الفن، شنو تقول للجمهور ديالك من خلاله؟ نقول للجمهور اللي هو متبع حميد القصري كنقول لهم ديما اش اخبار الفن، اش اخبار الفن بخير وعلى خير وكله على بعضه حلو. أسماء حمزاوي معلمة قناوية، واحدة من القلائل اللي اخترقوا هذا الفن الغنائي، هزات القنبري وسافرت به لمختلف بلدان العالم، واليوم رجعت لنا في مزج فريد جمعها بالفنانة المالية فاطمة ديوارا. نشوفوا أسماء الحمزاوي في حوارنا معها، خليناها تخرج من اللون القناوي وتقدم لنا لون آخر، نشوفوا جميع ونرجعوا من بعد. أسماء، مهرجان قناوة ماشي غريب عليك وشاركتي في حفلة في 2017، ولكن هذه السنة عندك فيوزيون، شنو كيمثل لك المشاركة في الدورة 21 لمهرجان قناوة ومع فنانة أخرى من غيرك؟ الفرق ما بين ذاك العام وهذا العام هو أنني العام اللي فات خدمت تقناوي تراديسيونيل، ولكن هذا العام خدمت مع واحد الفنانه اللي كنحبها بزاف اللي هي فاطمه ديوارا، ديجا لعبت معاها وهذه سي لا دوزيام فوا ان شاء الله غادي نلعب معاها، وسبكتاكل ان شاء الله يدوز مزيان ان شاء الله. اسماء، انت كتعتبري يعني تقريبا بغينا نقولوا الوحيده اللي كتهز القنبري، ويعني واش كتعتبري بان هذا تشريف اولا كتعتبري بان باقا المراه الفنانه المعلمه باقا ما خداتش حقها؟ يعني ما كنشوفوش حنا بان في هذا اللون عندنا بزاف ديال المعلمات.
لا من طبيعه الحال ماشي انا بوحدي اللي كنهز القمري في تاكناويت، كاينين البنات بزاف، مي غير انا كنت حريصه على انني ندير فرقه كلها نسائيه 100% باش نشرفوا المراه المغربيه ونبينوا باللي راه المراه المغربيه قادره دير بزاف ديال الحوايج. دونك ماشي حيت تاكناويت خاصه بالرجال لا ما خاصش المراه تدخل لها، بالعكس انا عزيز عليا المهمات الصعبه اللي دخلت تاكناويت من المهمات الصعبات يعني اللي كاينين بالنسبه لتاكناويت خاصه غير بالرجال، علاش ما تكونش خاصه بالنساء؟ واش اختاريتيها لانها خصك تورطيها من الاب ديالك ولا اختاريتيها كعشق لهذا اللون الغنائي؟ لا بالعكس ماشي باش نورت في بلاصه بابا، حيت الحمد لله بابا باقي في الحياه وانا درت بتاكناويت بزاف ديال الحوايج، دونك ما ماشي هذه هي الفكره. غالبا كنت كنفكر باللي التاكناويت خاصها توصل بصيغه مؤنثه، دونك بزاف ديال الناس كيعرفوها بالرجال، ولكن حتى المراه راه عندها حتى هي الدور ديالها في اي مجال، علاش ما يكونش في مجال ديال تاكناويت؟ وتاكناويت موسيقى يعني تراث ديال بلادنا وما نقدروش نفرطوا فيها، علاش ما نبينوهاش بالمراه؟ واش ممكن يجي شي نهار تقدري تغني شي لون اخر من غير القناوي؟ اها نقدر نغني اللون. شنو اللون اللي انا قبل ما نهز القمري كنت كنغني فاش كنت صغيره، كنت كنغني الشرقي والمغربي، ومن بعد صافي بديت كنغني القناوي الصحراوي نغني افريقي، دونك اي لون كيعجبني، وكنتصنت بزاف في الموسيقى باش كان موديفي في الغن ديال تاكناويت، دونك ما بغيتش نوصلو حرش كيف ما كيوصلو الرجال، بغيت نوصلو شويه باش ماشي غير المغربي بوحدو اللي يحس به، حتى الفنان الا كان اجنبي ولا يقدر يحس بديك الرنه ديال تاكناويت بصيغه مؤنثه. اللي بغينا نقولوا شنو الصعوبات اللي واجهتك، شنو اللي عطاك يعني اللون القناوي، وشنو هي الصعوبات اللي واجهتيها في هذا المجال؟ اللون القناوي عطاني بزاف ديال الحوايج، عطاني ناس جداد عرفتهم في حياتي، عطاني ناس مهمين عرفتهم في حياتي، وعطاني عاوتاني عطاني المشاكل الصغيورين اللي كنحسبهم انا صغيورين ماشي كبار، مع الناس اللي كيكذبوا بزاف ومع الصحافه اللي كيكذبوا بزاف. بالنسبه لاسماء حمزاوي ما عندهاش مناجر، وبزاف ديال الصحافه اللي تيقولوا انا المناجر ديال اسماء، وانا ما عمرني ما كان عندي مناجر، دونك بزاف ديال الناس اللي داروا واحد بتي بروبليم، ولكن الله يهديهم وصافي. شنو الجديد اللي كتوجدي ليه؟ الجديد كنوجد ان شاء الله السيدي اللي غيكون تراديسيونيل قناوي 100% اللي غيكونوا فيه ولاد الغابه ان شاء الله بصيغه مؤنثه، ولاد الغابه بصيغه مؤنثه يعني ولاد الغابه اصعب تروحها في تاكناويت، واللي غنديروهم ان شاء الله حنا البنات بناتي مبوكتو يعني، وعندنا خدامي على برا ان شاء الله، عندنا دي فيستيفال انترناسيونال من مورا صورة ان شاء الله، ونتمنوا التوفيق للجميع. شنو الحلم ديال الاسماء الحمزاوي؟ الحلم ديال اسماء حمزاوي هي توصل للعالمية ان شاء الله، وتوصل تاكناويت للعالمية اكثر من اللي هي واصلة، وبصيغة مؤنثة علاش لا. ان شاء الله، وانت شرف الفن القناوي، وانا نطلب منك طلب بما انك تكلمتي لي على الالوان اللي كتبغي تختاري لنا شي حاجه وتادي لنا مقطع منها. شنو بغيتي تسمعي؟ شنو بغيتي انت تسمعي؟ قولي لي انت شنو بغيتي. عندنا شي حاجه شرقيه بما انك قلتي كتغني شرق. هيا حبي اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل ما انا الحب ايه، لما تتكلم عليه حبي اللي انت جاي تقول عليه. شكرا لك بزاف اسماء، شكرا، وما تبخليش علينا ضروري خاصك ديري شي حاجه ان شاء الله.
هنا في احد الرياضات العريقه في مدينه الصويره. كان عندنا لقاء مع رضا العلالي رئيس مجموعه هبا هبا سبيريت اللي شاركات في احياء حفل افتتاح الدوره 21 لمهرجان قناوه. رضا تكلم لنا على العديد من الاشياء، منها سير نجاحهم والاقبال الجماهيري اللي كتحققوا حفلاتهم، وايضا تكلم لنا على الجديد اللي كينتظروه في 2019. نشوفوا جميع الحوار ونرجعوا. اول حاجه نبغيو نعرفوا ارتسامات ديالك على الحفل ديال البارح اللي حققته هو نجاح كيف ما موالفين في مهرجان قناوه. ما حنا فرحانين، حنا كنطلعوا في هذه المنصه ديال ساحه الملاحه حسن بالضبط، كاين الصوره وهو عاد كاين صوره في المهرجان، وكاين صوره في المهرجان في ساحه الملاحه حسن. هذا هو الطب بالنسبه ليا، بحيث كاين واحد الانرجي، الساحه مجموعه والناس كيسافروا باش يجيو يتفرجوا فيك، يعني عندك كاع لي كونديسيون باش دير كونسير، كتطلع سور سين كيسبح. شنو الاصرار ديال المجموعه على انها تحضر المهرجان قناوه؟ شنو كيمثل ليها وكيختلف على باقي المهرجانات؟ لا، هذا المهرجان عنده ايدنتيتي، عنده اون اوثنتيسيتي، ملي على واحد الفكره اللي هي باينه واللي هي كدوم وكتخلي بنادم يجي ويسافر باش يجي يحضر هذا المهرجان. فوالا، حنا كنعرفوا بلي ان هنا غنلقاو النشاط، غنلقاو الحريه، غنلقاو المزيج ما بين الطبقه الاجتماعيه والناس، وهادشي جو بونس بزاف المغاربه كيقلبوا على هادشي وما يكرهوش هذا المهرجان ديال الصوره يكون في العالم، في المغرب كله والعالم كله. فوالا، هكا بغينا نعيشوا. في كل مره كتطلعوا سيغ سان كتكون واحد الاقبال جماهيري كبير، وكتكون الحلقه السهره ناجحه. شنو السر ديال النجاح ديال هبا هبا سبيريت بالنسبه لك؟ ما عنديش انا السر، كاع داكشي اللي كنديروه هو اللي باين، كنخدموا بزاف وحنا كنحبوا هادشي. جو سي با واش هادشي كافي ولا ما كافيش، ولكن حبوا نطلعوا سيغ سان. كاين واحد المحبه مع الجمهور بيناتنا، يعني كتشوفونا في هذا المهرجان الكبار، كنلعبوا في الصغار، كنلعبوا في شي بلايص ما عندكم حتى شي فكره، ما تقدروش تخيلوا فين كنلعبوا، ولكن وقت ما كنلعبوا كنفرحوا. فوالا، السر هو الحب الموسيقى والمحبه بيناتنا. كيفاش ما نقدروش نتخيلوا فين كتلعبوا؟ عطيني شي شويه. ما بغيتش، لا ما نخلاش، بحيث لا ما ماشي 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 لازم تعرفوا، ولكن ديزونك كنبغيو مره نمشيو نحطوا الموسيقى في بلايص اللي ما فيهمش الموسيقى. الالبوم ديالكم الاخر حقق حتى هو نسب مشاهده كبيره. بغيت غير نسولك كيفاش كتختاروا الكلمات ديالكم؟ واش كتكون يعني اتفاق مع المجموعه، ولا كتختار مثلا انت بشكل شخصي؟ كيفاش؟ لا، كاين اتفاق مع المجموعه، يعني ما يقدرش الواحد يجي ويكتب ويقول لهم لا لا لا. لا، كنهضروا على المواضيع، وحنا مغاربه يعني كنشوفوا واش واقع في المغرب، وكنشوفوا واش واقع في العالم، وحنا كنحسوا براسنا بحال لي سيتويان دو موند، ماشي محدودين في المشاكل ديالنا، وبشكل طبيعي يعني كنسافروا اونصومبل، كنهضروا بيناتنا، وداك الشيء اللي كيقيسنا كنهضروا عليه. ما يقدرش الواحد يفسر هذا الشيء، بحال قلت لي غادي نهضر مع صاحبي علاش غادي ندويو، هذا الشيء كيجي طبيعيا، وصعيب صعيب صعيب بزاف تفسر شي حاجه اللي كتجيك طبيعيه، تحلل ودير ما يمكنش. حنا كنديروا وكنبقاو نحافظوا على هذيك لا سبونتانيتي ديالنا، ما كنبغيوش نخمو بزاف، علاش غيعجبهم ما عجبهمش، شنو خصنا نديروا هذا الموضوع، لا الناس كيقولوا لا حنا هادي، لا خصنا نزيدوا بوطاليد، لا الناس زبال خليجي، لا نديروا، لا حنا ماشي هكاك، حنا من الاول ودرنا داك الشيء من القلب، وما بغيناش ما نقدروش نبدلوا هذا الشيء. فوالا، هذا الشيء غريب، هذا ال 20 عام وحنا لاعبين هذا الشيء، انا براسي وانا كنتفاجئ، ما كنتش كنتخيل هذا الشيء، ما كناش كنتخيلوا بلينا غندوموا هذا الوقت هذا كله، ما نقدرش انا نحلوا، حيت بحال شي حاجه عندك ما عندهاش الثمن وبغينا نحافظوا عليها، ولا بقينا كنخموا فيها بزاف نقدروا نخربقوها شويه. المجموعة ديالكم استطعت أنها تحافظ على الأعضاء ديالها والفرقة ديالها، شنو السر أنكم كاين بعض المجموعات اللي كنشوفوهم من بعد مدة كيتفرقوا، أنتم كيفاش؟ في المغرب صعيب تبقى مجموعة، علاش؟ بحيت ما عليك الضغط، عليك الضغط مادي، عندك يعني في هذه البلاد السعيدة حنا عارفين بأن الدراري والقراية والمدرسة والصحة وهذا الشيء كله زعما كيخليك تنسى الاحلام ديالك وتمشي تضرب راسك مع الصح، وتمشي تخدم باش السيستم ديالك يبقى سيف، يعني يبقى سيكوريزي. فوالا، دونك باش تبقى دير الموسيقى وتحمل المسؤوليه ديال بير دو فامي ماشي ديما ساهل. الحمد لله درناها، خلينا الموسيقى وكل واحد كيدير حاجه اخرى كوتي، باش نبقاو مجموعين وباش نبقاو ندير داك الشيء اللي كنحبوا ونتحملوا المسؤوليه دو بير دو فامي. كون
زعما رغم السهرات وهذا بغيتي تقول بان الموسيقى ما كتوكلش الخبز؟ لا لا ما كتوكلش الخبز، سا ديبون شكون، ولكن حنا زعما باش ما كتوكلش، ماشي هادشي ما كافياش باش ما تحتاجش شي حاجه اخرى. يعني انا ما كرهتش انا نفيق في الصباح وندير غير الموسيقى فوالا، وغادي نديرو كثار ديال هادشي. غادي نديرو، درنا 8 ديال الزالبوم، كون درنا 12، بحيث انا عزيز عليا هادشي. ولكن هادشي ما يمكنش في المغرب، في المغرب قلال الناس اللي كيعيشوا بالموسيقى، قلال بزاف. وغتلقى الاغلبيه ديال الناس اللي كيعيشوا من الموسيقى ما كيديروش الموسيقى، يا اما كيديروا مهرجان، ولا خدامين في الاذاعه، ولا كيديروا السيكوريتي ديال الفستيفال، ولا كيديروا مش سي با. ولكن قليل الموسيقي المغربي اللي عايش على زعما، قليل، ولا كيعيش بالاشهار، عايش اما بخدمته. شنو خدمته هي؟ يغني سيغ سان ولا يسجل مرسوات، قليل. شنو الجديد ديالكم من بعد الالبوم؟ من البارح حنا سالينا واحد 6 شهور ديال الخدمه، لعبنا في مالي، لعبنا في تونس، لعبنا في بلجيكا، لعبنا في الصويره، لعبنا في كازا، لعبنا منسيت. المهم حنا غادي نساليو هذه الجوله هذه، وغادي نرتاحوا شويه باش نعرفوا واش غنديروا. غادي نمشيو كونجي ومن بعد غادي نشوفوا واش غنديروا. داكوغ، غطله سعيده. وكلمه اخيره لجمهورك عبر برنامج اش خبر الفن. اش خبر الفن غادي نقول لكم الله يخليكم. الناس اللي اللي عز عليهم الفن يمشيو يتفرجوا في لي كونسير، يمشيو لي غالغي، يشوفوا، يقراوا كتبه، يهضروا على الفن، بحيث راه هو دواء المجتمع. وراه ما يقدرش المغرب في 2018 يبقى اللور في هذا لو سوجي هذا. راه بزاف ديال الناس العالم فهموا هذا الشيء، وحنا مازال معطلين. خاصنا نحيدوا علينا هذا المشكل اللي عندنا باش نحلوا دماغنا ونتلاقاو ونتحبوا بحال تحبينا ملي امرابط شفناها نهار الحن والبارح. فوالا مشاهدينا، حلقتنا وصلت لنهايتها، ومهرجان قناوة كيعلن اختتام دورته 21. كنتمنى نكونوا قربناكم من بعض نجوم هذه الدورة، وكنضربوا لكم موعد جديد في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامجكم أش خبر الفن. إلى اللقاء.